المولودية وبذكريات نهائي الموسم الماضي والذي انهزمت فيه أمام الغريم الأزلي اتحاد العاصمة. نهائي تمكن فيه الاتحاد من إزالة العقدة التي لازمته في كل النهائيات التي خاضها أمام المولودية. كيف لا، والمولودية كانت إلى وقت قريب تعتبر الشبح الأسود للاتحاد في منافسة السيدة الكأس. هي المولودية إذن تدخل النهائي الثامن في تاريخها، لكن هذه المرة وفي نهائي حلم، نهائي ليس ككل النهائيات أو نهائي إثبات الذات لفريقين اختفت إنجازاتهما في السنوات الأخيرة ولم يتبقى سوى اسمهما. فريقين لم يسبق لهما وأن التقيا في نهائي من قبل، المولودية والشبيبة في كلاسيكو جزائري خالص حبس أنفاس عشاقهما. ها هو العميد وبعقلية الكبار وأمام فرصة رد الاعتبار والتأكيد على أن العميد لا ينهزم في النهائيات وأن نهائي الموسم الفارق ما هو إلا كبوة عابرة في تاريخ الفريق، يتمكن من العودة إلى منصة التتويج ويعانق الكأس السابعة في تاريخه في مباراة دراماتيكية انتهت بتعادل الفريقين في الوقت الرسمي والإضافي بهدف لمثله. لتبتسم ركلات الترجيح أو لنقل ركلات الحظ للعميد، كأس أبت أن تزف للمولودية. إذن ها هي المولودية تتمكن من إعادة الاعتبار لأنصارها معلنة انطلاق الأفراح وسطها. كيف لا، وهم الذين كانوا خلف الفريق وخلقوا أجواء مميزة من خلال صنعهم للوحات رائعة في المدرجات بيّنت مدى عشقهم للونين الأخضر والأحمر وجعلت الكل يتكلم عنهم، الصغير قبل الكبير. الاحتفالات لم تتوقف عند هذا الحد لأن الخصم في النهائي لم يكن عادي، ما زاد من حلاوة التتويج وجعل اللاعبين يخرجون للاحتفال بالكأس رفقة أنصارهم في موكب كبير جاب مختلف معاقل أنصار النادي، أجواء لم نشهدها في الجزائر من قبل. الاحتفالات تواصلت لليال وليال أخرى ما يبين علاقة هذا النادي.